عادة ما تستعمل الدول أسلاكا شائكة أو جدران مرتفعة أو معالم جغرافية طبيعية لترسيم الحدود من ما يحيط بها من دول وأقاليم. لكن ليس هذا الحال دائما، فهناك بعض البلدان تقيم فعليا داخل حدود دول أخرى ولها قوانينها الخاصة ودستورها وحاكمها كذلك. في هذا الفيديو سوف نلقي الضوء على بعض هذه الدول ذات الحدود الغريبة، وإن كنت عزيزي المشاهد عاشقا للسفر فقد ترغب بزيارة إحداها قريبا. فلنبدأ. جمهورية سان مارينو هي بلد ذات تضاريس جبلية محاطة بإيطاليا، وتعتبر خامس أصغر دولة مستقلة في العالم، ولها تاريخ غني وعريق، وهي واحدة من أقدم الجمهوريات في العالم. ليسوتو. ليسوتو هو بلد صغير يقع داخل دولة جنوب أفريقيا. يبلغ عدد سكان ليسوتو حوالي 2 مليون نسمة، وهي عضو في الأمم المتحدة، وتخضع ليسوتو للحكم الملكي، شأنها شأن المغرب وسويسرلاند في أفريقيا، وتغطي الجبال معظم مساحاتها. كالينينغراد أوبلاست. هناك منطقة صغيرة جداً تقع بين بولندا وليتوانيا وتطل مباشرة على بحر البلطيق. منطقياً يجب أن تكون دولة أوروبية، لكنها فعلياً كالينينغراد تنتمي إلى روسيا، إذ تم قطعها عندما انهار الاتحاد السوفيتي، وتمتاز بالمباني العصرية الممزوجة بين العمارة الألمانية والروسية، مما جعلها مكاناً مرغوباً للزيارة والتمتع بالمناظر الطبيعية والمعمارية فيها. جبل طارق. هناك قطعة صغيرة من الأرض تقع في نهاية إسبانيا، لكنها ليست إسبانية، إذ ينتمي جبل طارق إلى المملكة المتحدة على الرغم من أن له طقس مدهش على مدار السنة. أراضي البلد صغيرة للغاية، بحيث يتم إغلاق الطريق في كل مرة تقلع طائرة، والسبب في ذلك أن الطريق هو مدرج الطائرات. مليلة وسبتة. مليلة وسبتة أو مليلة وسبتة هما مدينتان إسبانيتان تشتركان في الحدود مع المغرب، وتقعان على الساحل الشمالي لأفريقيا، وكانت كلتا المدينتين نقاط عسكرية وتجارية تربط أوروبا بأفريقيا، ويتمتع السكان بالتسوق الخالي من الضرائب ودرجة محدودة من الحكم الذاتي. كامبيوني دي إيطاليا. تتمتع هذه المدينة الإيطالية الصغيرة بحياة مريحة في سويسرا، يمكنك فيها استخدام اليورو أو الفرنك السويسري وإرسال البريد باستخدام إما الرمز البريد الإيطالي أو الرمز السويسري. وإن احتجت الشرطة فعليك الاتصال بإيطاليا، وإن احتجت الإسعاف أو رجال الإطفاء اتصل بالسويسريين. أليس ذلك غريباً؟ بوينت روبرتس، واشنطن. شبه جزيرة صغيرة وجزء صغير من الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال كندا. كيف حدث هذا؟ ببساطة، عندما تم توقيع معاهدة الحدود بين الولايات المتحدة وكندا في عام 1846، لم يلحظ أحد أن الخط المتقطع يقسم شبه الجزيرة إلى نصفين، يعني أن جزءا من هذه الأرض ينتمي إلى أمريكا رغم وقوعه فعليا في كندا. بارل هارتوغ وبارل ناسو. من قال أن ترسيم الحدود أمر جاد ورسمي؟ قد يكون أحيانا مجرد نكتة، تماما كما تم ترسيم الحدود بين بلجيكا وهولندا، إذ تبين أن هناك 26 نقطة حيث تختلط فيها حدود كلا البلدين، بحيث تجد مباني يقع نصفها في بلد والنصف الآخر في بلد آخر، كما أن الضرائب المفروضة على منزل لن تفرض على المنزل المجاور كونه يقع في بلد آخر، والعكس صحيح تماما. لذلك يمكنك بسهولة التسوق بين نظامين ضريبيين مختلفين في شارع واحد. النحوة هي قرية صغيرة تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تقع بالكامل داخل ولاية مدحاء العمانية التي هي عبارة عن جزء من سلطنة عمان محاطة كليا بدولة الإمارات العربية المتحدة،
يبدو ذلك مشوشاً، أليس كذلك؟ داهالا خاغربراري، هذه المدينة كانت قطعة صغيرة من الهند داخل قطعة من بنغلاديش، وبوجه عام كان لدى بنغلاديش 106 أجزاء من الهند داخل البلاد، وكان في الهند 92 قطعة من بنغلاديش. وفي عام 2015 وقع البلدان على معاهدة لتبادل الجيوب التي أنهت الشذوذ الإقليمي الذي استمر لقرون طويلة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.